لو هسألك واحد فيكم ايه اكتر اغنية بيحبها، ما تقوليش بقى كلهم ولادي بقى والاجابات الدبلوماسية دي. كلهم احنا متفقين بناتي. بناتي. صح؟ ما هي دي الاجابات الدبلوماسية جدا، يقول لك يا اصلا عشان ما الناس بتزعل بتاع. لا كل واحد فيكم اكيد بتمس حاجة فيه، حاسة ان دي كانت اللي عملت البوم الاكتر، فانا عايز اعرف من كل واحد فيكم اغنية على الاقل. انا بحب فاكرة. شفت؟ من اول شفت ما ابتدينا كده. هو ده اللي مسك كل حاجة بالورقة والقلم فراح قايل على طول. ولا همني ولا همني. لا هي في اغاني لما نلعبها اول مره بتحسها خلاص، هي بتبقى عارفين شكلها هيبقى عامل ازاي، فهي فاكره من الاغاني اللي كانت كده من اول مره اتلعبت وهي واخده شكلها. ده بالنسبه للالبوم ولا عموما؟ عامه. لا عامه. بصي في هو فعلا كلهم يعني معلش كلهم اولادي. بس هو في اغنيه مثلا بتاعه تقع وتقوم، هي بالذات في الحفلات اول مره اتلعبت كانت جديده خالص، الناس يعني بعد ما خلصت لقيناهم عاملين كده، كانت حفله كبيره والناس ما سقفوش حتى اللي هم سرحوا. فالاغنيه دي هي كلامها بيبتدي من حاله يعني الواحد حزين ومكتئب، وبعدين حساها وبعدين الكلام واللحن بيمشي في سكه تانية ان هي الدنيا بتتفتح ويعني الحاله بتختلف، وفيها ميلودي الناس بتغني معانا، فدي في الحفلات بتبقى حلوه والاغاني كلها، بس هي ديت يمكن في الحفلات بيبقى ليها جو معين يعني. وهاني انت مين فيهم؟ انا ممكن اديك المايك اهو عشان انت كنت زعلان. اقولك هو حريص حافظ على كل حاجه. انا ممكن حاوي بتاع يعني قريبه مني شويه. الوداع لو كنت بتهيألي الوداع كلنا قريبه مننا. وفي الالبوم الجديد كائن فضائي طبعا، لان اغنيه خفيفه ومضحكه جدا يعني بس فيها عمق طبعا. ونهايه الحكاوي يعني نهاية الحكاوي دي أغنية بالنسبة لي مذهلة حقيقي، مش عشان سام صاحبي ولا حاجة يعني. أنا مالي ولا عشان يعني صاحبي ولا حاجة. على فكرة ما كلهم صحابك ما تهزرش. لا بس أنا قصدي على الفكرة بتاعت إنه السولو بتاع سيام اللي في الآخر، سولو الجيتار اللي في الآخر ده عظيم قوي بالنسبة لي يعني، الحالة كلها بتبقى فظيعة يعني. شفت يعني قال لك حاجه كده تروح انت داخل برضو على اغنيه هو برضو مبدع فيها. بحب قوي الدرمز في حضنك وقايل لك الكلمه يعني ايه بيفهمك. ها بقى هتقول لنا ايه؟ وصلت الرساله. وصلت انا شرحتها لك عشان ما خدتش بالك. ساعدتك. انا بحب الوداع برضو وحاوي، ومن الالبوم للحزن اصول اكتر كلام يعني انا مرتبط بيه على المستوى الشخصي، وما تحسبش برضو كمزيكا ومن الناحيه الفنيه جدا انا بحبه كده جدا يعني. نهايه الحكاوي وبمناسبه ان سوسي بيتكلم عن السولو، هو انا بعتز بيه يعني لانه اطول سولو انا كتبته وسجلته مع مسار اجباري من ساعه ما دخلت الفريق 2008، ف والفيدباك الحمد لله اللي جالي عليه مرضي جدا يعني، ما كنتش متوقعه الحقيقه، فالحمد لله يعني.